الحديث الحلوم هي برشا في الميكرو تاع طيح لنا المورال السيستم الحكريمي. مش هذا مش 80% دي زانترفونسيون. كل قائمه تنجم تحكي فيها في اي حتى في ليكيب ناسيونال تاع البرازيل تنجم تحكي فيها. مي فما برشا حاجات باهيه في ليكيب ناسيونال. معناها فما ناس لازم تفهم اللي واحد الخزري جوار كادر احسن جوار بالنسبه لي انا احسن جوار تونسي في المنتخب الوطني. دونو بيان انا قلت خزري لا. حتى اون ديفيكولتي في سانت اتيان مي il s'impose. وقت تكلمت على الخزري تكلمت بعد على ملعبيه لا فوالا واهب الخزري. دونك مش واهب الخزري عنده مشكله سواء كره ولا اكسترا كره مع الكلوب نتاعو. معناها لازمنا نقفوا معاه. جوار كادر مير جوار طبيعته من ليبيتور ايضا في تاريخ تونس في تاريخ تونس وطبيعته شويه الناس اللي تفهم الكره وتتبع الكره ديما تلقى ديزات اكون ولا ملاعبيه كبار تلقى عنده شويه لازمك انت تكادري تستحفظ عليه. ماكش بوليس انت ولا ماكش في محكمه مش تقاضيه وتقتيه وتخسره. تونس بالنسبه لي انا عندي عامين ثلاث سنين نقول فيها يعني وائل الخزري احسن جوار في المنتخب احسن جوار تونسي في كل شيء. يعني حاجه دو تريو نيفو تبدل من 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 الملاك اللي جبدها توا نتاع كاسبر جاك نتاع الانديسيبلين ولا كابيتان. دونك سي نورمال مساكني شوي داكور. معناها عنده برشا يوسف ديو ديبا واحده من الملاعبين الاخرين الكل. يعني كي نحكيو على المنتخب ما نحبش انا معناها اللي تصير له انترفونسيون ولا تصير له حاجه في خدمته وبعد احنا باش نشوفوها باش نقيموها. انا كي نجي اليوم عندي الاكثريه حاجه الاكثريه بوزيتيف الاكثريه فرحان. كرازو جوارات جدد اليوم واحد من اليوفي من الدنمارك فرحان شفت كي شريده معناها في الفورمه هذيك لانه كي شريده هو ذا ريال دروا بريسك انت كونترينور تقرا الستاتيستيك بيان سور باهي مالا اتيت روبوزي اقرا لي ستاتيستيك دي جوار قداش لعبوا قداش فيها اقرا لي ستاتيستيك بيان سور. لا نحكي لا لا نحكي نقرا زاد لي ستاتيستيك لا نحكي معناها اكسكيوز مو طارق الله يخليك معناها ستاتيستيك مون بارلون بور ان بيتور اوليفي جيرو دو با اكزيستي اون ايكيب دو فرانس. لا 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 ماركي ديجا 100 لا ستاتيستيك شو ستاتيستيك سامي بالنسبه لي انا ستاتيستيك مهمه برشا وفي ليكيب ناسيونال فماش دي كادو فما دي زونترونور تلقاه يحب جوار موجوده في العالم الكل. متفاهمين؟ دو تروا جوار. دو النومبر تحكي عليها. شوف لي ستاتيستيك دو تو لي جوار تاع ليكيب ناسيونال تشوف لي ستاتيستيك نتاعهم. تشوف عليه معلومه. ثم شكون ما يلعبش في الفريق نتاعو، ثم شكون ما عندوش كلوب بالكل، ثم شكون حاجه اخرى. لازمنا نشوفوا لي ستاتيستيك. راهو البريمير غارديان في ليكيب ناسيونال. الفو اغيتي. يلزمنا اون فوا بور توت الفو اغيتي. قلت لك سير ان جوار دو جوار تروا جوار. متفاهم معك سامحني قصيت عليك. متنا وقت نشوفوا معناتها السنوات الأخيرة هذه كل ثم لاعبين نجيبوهم نحن من برا التوانسة il peut avoir des qualités il peut avoir du potentiel. تبقى نشوفوا لي ستاتيك تاعهم اي ما يلعبش في الفريق نتاعو ولا يلعب 6 7 ماتشات. سامي خليك عامل فكرة قبل 30 ثانية على الأخبار. بالطبيعة والملاعبين اللي جاو هذوما ما عندهمش طون دو جو حسين الراقد وهو ماهوش يلعب في جمعيته وبعد عمل 7 8 سنين في ليكيب ناسيونال دو تري ونيفو لعب في الاسبيرونس وشفنا النيفو نتاعو. يعني ماهوش ريفيرونس هذا انه ما يلعبش لبرا ما يعرفش يلعب ولا كاليتي تكنيك. يعني كومبيان في ليكيب تاع كاس جاك في ليكيب تاع لومير قداش دون لو كادر راقد؟ لا راقد اش دخلوا في لومير؟ لا نحكي على راقد قبل كان في ليكيب ناسيونال. اي الراقد قداش كانوا ثم من كا كيما الراقد مع ليكيب تاع ليكيب تاع ممير؟ لا نحكي لك بن عاشور ما كانش لعب. نحكي لك انا على جوار ولا تيتولير بعد يعني كي نجيبوهم انا كنشوف الخاوي وكنشوف او عنده مشاكل في مارسي. اما كي شفت ليكيب البارح ما عنده بطبيعه ديما ماذا بينا ما خير ديما ماذا بينا ما احسن. ماذا بينا نشوف الياس جلاسي وسيف الجزيري انا في الماتش الجاي باش نعطيهم لانه عملوا سيزون كبيره برشا. مي جروسو مودو ليكيب ناسيونال واي واحد رانا في نهار مش تبدا الكوب دافريك وباش نبدا باش تبدا المحاسبه ونشوفوا سير البلان تكتيك تكنيك. تنرجع نعطيك الكلمه بعد. عندنا اكثر تفاصيل باش نحكيو عليهم في المقابله نتاع البارح. فدوى تركي في الاخبار.